السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله يحييكم، الله يحييكم أخوان، الله يحييكم بحياة الله ومرحبا حساب الحياة. عبرك الله الفرق المشاركة في قرية جوزان الترابية في حفل التكبير والكرامة والتشريف. الله يحييكم. دعوة ندعو فرحا وسوف الشوق الى لقاء هذا الجمع المبارك من ابناء الاسير ومن على ساقه من القبائل. قبائل وتعمل ان تكون هناك رساله توضيحيه لبعض ما تحتويه قبائل جنوب المملكه من الاسلاف والاعراف والعادات والتقاليد والتراث الاصيل الذي كان ولا زال تتوارثه الاجيال جيلا بعد جيل. اسمحوا لي ايها السادة باسمي وباسم الفرق المشاركة معي وباسم الجميع ارفع اسم آيات التهاني والتبريك الى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الى سمو ولي عهده الامين الى سمو النائب الثاني الى الشعب السعودي الابي، وذلك بمناسبة انتهاء الفكرة التي فرضت على بلادنا وانتحار العدو وتحقيق الامن واستقرار في الحرب السعودي. كفى الله بلادنا شر الحاسدين وكيد الكائدين، كما نساله جل وعلا ان يرحم الشهداء وان يشفي الجرحى وان يحقق لنا الامن والاستقرار في هذا البلد الحبيب. والعذر والسموحه، الكلام قد يفيق الغرض احيانا وقد يقصد دون ذلك احيانا، حاشاكم من القصور. شرفني ربعي بالوقوف والكلام نيابه عنهم ولست فيهم بخيار. وفي هذا الجمع من الرموز الباردة في المجتمع، وفي هذا الجمع أهل اللغة والأدب والشعر، وفيهم أهل الأسلاف والأعراف، وفيهم من لم تكلم الأباد ولا شنف الآذان وأطرف الحاضرين ولكن الحال هو ما ترون وتسمعون. وأنبه على الجميع كما جرت العادة في الأسلاف والأعراف أن في مهرجان تراث دولي فيه تراث المملكة كله، ولسنا ضيوف دار ولا ديار، واي كلفه تخصنا من بعد وصولنا فهي علينا حرام. هذا خبرنا، هذا خبرنا، وعذرنا انصافا وسلامة الجل. اهالي منطقة عسير جميعا واخواني الحاضرين كلهم، نرحب بكم اجمل ترحيب في مكانكم. بارك الله فيكم. نحن وانتم اهل، وكلنا في هذا المكان لسنا بالاقليميه، كلنا في خدمة هذا الوطن، وكلنا ننطلق من هذا المكان لخدمة مملكة الإنسانية، مملكتنا، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكل المسؤولين. نرحب بكم، والله إن ما منعنا من كرامتكم هذا المساء إلا رئيسكم الأستاذ إبراهيم الحاجي، ولا والله إن كرامتكم واجبة وإنكم تستاهلوا الكرامة. مرحبا ألف بكم، وهذا محلكم، الله يحييكم ويطفيكم. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. سلمكم الله. طول عمرك. الله يحفظك. عبرك الساعات. طول عمرك.